أمور لا علاقة لها بالاستخارة، منها أن يستخير الإنسان على فعل واجب أو ترك محرم. إنسان أراد أن يترك بر والدته، ولكن أنا صليت ركعتين استخارة وقلب انشرح للموضوع، لما في قلبك ينشرح هون، أنت هون عم تترك واجب. أنا صليت ركعتين استخارة وما عاد أصلي الجماعة بالمساجد، ما فيك، إما ترك واجب أو فعل محرم. والله إنسان محتار يترك الأرجيلي ولا ما يتركه، صلى ركعتين استخارة لك يا أخي ما قلبي منشرح، لا هنا عم بتضر نفسك، عم تعمل محرم. أو فتاة استخارت هل أرتدي الحجاب أم لا أرتدي الحجاب، صليت وحسيت حالي أنه يمكن أرجع أتركه أو الشيطان يوسوس لي، لا فتاة ما بلبس الحجاب، لا لا هي استخارة بفعل محرم فلا عبرة بها. فأولا لا عبرة باستخارتي بترك واجب أو بفعل محرم، إنما هي في المباحات أو بالتخيير بين المستحبات. أنا والله بدي أروح أزور خالي ولا أزور عمي، بصلي استخارة ولا خلاص ما أدري، يا بدي أزور هذا بزور هذا، بصلي استخارة وبمشي. فالمسألة الأولى أنه تستخير بالمباحات مش بالواجبات والمحرمات. الأمر الثاني لا علاقة للاستخارة بالمنامات، يعني أنا صليت ركعتين استخارة لازم أشوف شيء بالمنام ولا ما أشوف شيء؟ ما خص، يعني أنت تصلي يومي لمدة شهر كامل وما تشوف شيء بالمنام، ويمكن من كثرة التفكير بالأمر أتصلي ركعتين تشوفه دغري بالمنام، فهذا لا علاقة له، هذا يكون من كثرة التفكير بالنهار. أنت ما شاء الله واحد عم يفكر بحبيبته لا نهار لا نهار لا نهار اجته بالمنام، فهذا لا علاقة له بالأمر. أو أحيانا أنت بدك تشتري سلعة أمامك، قدامك تليفون واحد قالك تشتريه، طب يلا بصلي ركعتين استخارة وبشوف، الله أكبر صليت ركعتين استخارة وبعدين لحظة انطرني شوي 10 دقايق آخذ نوم، آخذ لي نوم وأشوف إذا بيجيني شيء بالمنام وباجي، ما خلص. فلا علاقة للمنام بالاستخارة. الأمر الثالث موضوع الاستخارة عن الغير، بيجيك إنسان بقول لك يا شيخ أنا بدي هيك رجل صالح وبدي أستخير أتزوج، ممكن تستخير لي؟ كمان لا، الإنسان بيستخير هو لحتى هو يلجأ لله سبحانه وتعالى. أو البعض بيستخير على موضوع المسبحة، بيجي هيك المسبحة منيحة ممنيحة كمش لك وردة منيحة ممنيحة، ركعتين استخارة علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يستخير عن نفسه مش يوكل حدا حتى يستخير له. بحال ضاق الوقت، ما قدامك أنت وقت لتتوضى وتصلي ركعتين، قدامك سلعة يا هلأ بتشتريها يا لا، فيك تقول ذكر، أو أنت بالسيارة مثلا ما قادر تنزل المحل وتصلي، فيك تقول ذكر الاستخارة بدون ما تصلي، كما ذكر ذلك عدد من العلماء. موضوع الاستخارة موضوع مهم جدا وله بركة عظيمة. الإمام البخاري، إذا أنت لا قلت لك صححه البخاري رحمه الله، شو هيك عندك إنه صححه البخاري حديث صح، عندك بقلبك على حديث صحيح البخاري مهابة عظيمة جدا. من أسباب ذلك إنه البخاري رحمه الله قال ما وضعت حديثا في كتابي هذا ولو كان في الليل في أي وقت إلا وأوقدت السراج فقمت فتوضأت وصليت ركعتين واستخرت الله ثم وضعت هذا الحديث. كل حديث صلى ركعتين استخارة عليه، فأنت أي أمر بدك تعمله صلى ركعتين استخارة، ورب العالمين حيبارك لك بالعمل اللي أنت فيه. طيب وإذا فتت فيه لقيته شر، بكل رب العالمين يستجيب لك دعائك، وإن كان هذا الأمر شر فاصرفه عني، الله صرفه عنك ترتاح، لو في خير كان رب العالمين أبقى لك إياه. فهذه بعض الوصايا بموضوع الاستخارة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستخيرونهم في الأمور كلها، اللهم آمين.